منورانا ومشرفانا على التليفون رضوى حسني، منسق حملة سيدات مصر لدعم ونشر ثقافة العمل عن بعد، وصحاب هذه المبادرة، مبادرة اشتغلي من أي مكان. أهلا بيك معنا يا رضوى. أهلا بحضراتكم. أهلا. إيه ده انت عندي كم سنة؟ مبسوطة يا رضوى. كم سنة؟ أهلا هادي. عاملة إيه؟ عندك كم سنة؟ تمام أنا عندي 26. حلو قوي. برافو. وطول عمرك بتشتغلي ولا زوجة وأم؟ لا أنا بشتغل. بتشتغلي؟ أنا بشتغل يعني أنا كيميائية وبشتغل كاتبة محتوى. وفي نفس الوقت أنا من فريق في إيجيبت. أوكي. المبادرة اللي عملت الحملة دي. تمام، احكي لنا بقى إزاي بدأت المبادرة دي؟ أنتوا كنتوا مسميين المبادرة خليكي في البيت أو حاجة كده؟ أو خليها في البيت وبعدين غيرتوها لأن اشتغلي من أي مكان، مش كده؟ هو بالظبط كان اسمها كده في الاول. مع اننا شرحنا طبيعه يعني الحمله واهدافها وكل حاجه عنها. وفي الاخر نوهنا ان الست ليها مطلق الحريه في اختيار حقها في الشغل. بس للاسف اللي برضو يعني الاسم اتفهم غلط. صح. وكان في احكام مسبقه، فاحنا يعني قررنا ان احنا يعني نغير الاسم ونخليه اشتغلي من اي مكان. والناس لو ركزت في البيان الصحفي هتلاقي ان هو برضو بيحمل نفس الاهداف ونفس الفكره. اوكي، طب كلمينا شويه عن المبادره دي. الحمله الهدف منها هو تعزيز ثقافه العمل عن بعد ونظام ساعات العمل المرنه، وفي نفس الوقت ان احنا نرفع وعي اصحاب الاعمال والمؤسسات المختلفه باهميه تطبيقها بحيث نساهم في تمكين المراه اقتصاديا وماديا، وكمان نمنحها فرص متساويه انها تخوض مجالات العمل المختلفه. كمان بنهدف منها ان احنا نعرض الفوائد اللي هتعود على اصحاب الاعمال والشركات المختلفه. هيستفيد جزئين، يعني في جزء مادي وفي جزء معنوي. معنوي خاص بانتاجيه الشغل، يعني الجزء مثلا المادي هو هنا هيوفر تكاليف المكان، مش مضطر ان هو يشتري مكان او ياجر مقر للعمل. هيوفر شراء المعدات واللوازم والمكاتب. مش هيدفع كهرباء ولا هيدفع غاز ولا هيدفع مثلا ميه. في نفس الوقت هو في الحالة دي مش هيقدر يصدر أحكام مسبقة على الموظف اللي قدامه. بمعنى حصل عندنا حالة يعني اتكلمنا عنها من فترة، من يومين. الحالة دي بس لمجرد ان هي حامل تم تسريحها من العمل. لكن طالما الموظف يعني اوريدي شغال من البيت انا مش شايفه، بس اهم حاجة بيديني نفس الشغل اللي انا عايزه ونفس الانتاجية ونفس الكفاءة. انا كمصاحب عمل انا عايز اكتر من كده. ايه ده ممكن؟ في نفس الوقت انا اقدر كمان ان انا اشغل ناس من اي حتة في العالم، مش ملتزمة بس بمقر معين او بمحافظة معينة. الكفاءة هي المعيار في هذه الحالة. الكفاءة. انت راجل، انت ست، انت كبير في السن، انت صغير، انت ام، انت حامل، انت ام ما جوزتيش، انا ماليش دعوه. الكفاءه هي المعيار. طب يعني بالزبط. تقصدوا ايه بالظبط بمرونه ساعات العمل؟ صح. ما هو برضو انا عايزه اقول لك انه في الاخر حتى لو انا هشتغل من البيت في ساعات عمل رسميه العالم كله ماشي عليها، فازاي يعني ازاي بتفكروا اشتغل مثلا الساعه 2 بالليل؟ ما ينفعش. ما هو في الاخر انا لازم اشتغل مثلا من 9 الصبح ل 3، من 8 ل 5. يعني ايه مرونه ساعات العمل؟ تمام، خليني ابدا تعريف المقصود بيها باخر كلمه انا هنا عندها، وهي اهم حاجه اللي هو المعيار هو الكفاءه والانتاجيه. تمام. دلوقتي المفروض بساعات العمل المرنه هي بعيده جدا عن نظام من 9 ل 5، هي مش كده خالص. هو بيكون نظام معتمد متفق عليه بيني انا صاحب العمل، وليكن انا صاحب العمل، ما بين الموظف. بنتفق فيه على عدد الساعات اللي المفروض يشتغلها سواء يوميا او اسبوعيا. مقر العمل هيشتغل منين. اهم حاجه ان هو ملزم يخلص الشغل بتاعي في الفتره دي. فهدي برضو مثال يعني بسيط باختصار. هفترض ان الدوام اليومي عباره عن 8 ساعات. من خلال الساعات العمل المرنه الموظف بيكون قادر انه يخطط ليومه ويحدد ازاي ممكن يشتغل ويخلص الثمان ساعات دول بالشكل الانسب لظروف يومه. يعني ممكن يشتغل 4 ساعات الصبح، 4 ساعات بالليل. ممكن يشتغل مثلا جزء من ساعات اليوم في مقر العمل، جزء يشتغله من البيت او من الكافيه او المهم ان المرونه على حسب ظروف الست اللي بتشتغل بالاتفاق مع صاحب العمل. طبعا بالظبط. وغير كده صاحب العمل اكيد هو اللي يهمه شغله يكون يعني يكون تمام جدا ومكتمل على احسن وجه. فهي برضو ده دورها ان هي تأدي وظيفتها. هل يا رضوى استثنيتوا بعض المجالات من الحمله دي؟ هو الحمله لسه مستمره لغايه يوم 30/6، ولسه بنستعرض اكتر يعني نماذج اكتر. وهنتكلم اكتر عن طبيعه الاعمال او طبيعه الوظائف، لاننا هنستعرض قصص اصلا لسيدات اشتغلوا او بيشتغلوا اوريدي من البيت.
اوكي يعني هتجيبوا نماذج اوريدي موجوده. بس اكيد يعني بس في اكيد مثلا نماذج ممكن انا وظيفتي هي يعني براكتيكال فانا مش هعرف اعملها وانا مثلا في البيت يعني طبعاً. قد يكون انا كيميائيه فانا مضطره انزل مثلا المختبر او المعمل صح. اشتغل فيه صح. دكتوره مش هتقدر تعمل صح بالظبط الممرضه يعني مش هتقدر تعمل بس يعني يعني انا بحييكم بجد على المبادره دي لانه بغض النظر عن نتائجها اللي هنلمسها في المستقبل القريب ده هي فكرة الوعي وفكرة فتح يعني عينينا على أفكار جديدة وعلى طرق جديدة وعلى إمكانيات جديدة وعلى أساليب جديدة. فكرة أن أنت تشجعي أصحاب الأعمال أن هم يوظفوا ستات بتشتغل من المنزل وما يخافوش. فكرة أن الست تحس أن عندها أمل وعندها فرصة وأنها ما تستسلمش. يعني الفكرة كلها اللي أنتوا بتطرحوها دلوقتي في المجتمع فكرة حلوة جدا. صحيح. يا ريت نشتغل عليها يا كلها. رضوى احنا بنشكرك الحقيقة ومش بنشكرك احنا بنشكرك وبنحييك وبنحيي صفحة سيدات مصر لأنها صفحة بالحقيقة محترمة جدا. هو ده المتوقع من السوشيال ميديا يعني هو ده المتوقع ده الوجه الحسن هو ده اللي المفروض الدور اللي يلعبه في حياتنا السوشيال ميديا انه تبقى إيجابية وتعرفنا بالنماذج كل يعني كل نموذج ست الحقيقة كان موجود ودورت عليه الصفحة دي وطرحت كتير من القضايا واتكلمت في كتير من الموضوعات. الحقيقة نحن نشكركم بنشكر هذه الصفحة المحترمة الراقية بنشكرك يا رضوى شكرا جزيلا. إن شاء الله إن شاء الله الحملة تسمع وتأثر ونردد مصطلحات زي ساعات العمل المرنة.